السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة مع صديقكم إبراهيم الريفي. من مدة كتوصلني بزاف ديال الأسئلة بخصوص التأشيرة، كاين اللي بغي يدفع لها أول مرة، وكاين اللي دفع لها وترفضت له وبغي يعاود يدفع، وكاين اللي كان حارق تما ولا حرفوا لي وبغي يرجع. إذا الموضوع ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون كيفاش تشد الفيزا واخا تكون ترفضتي شحال من مرة، وكيفاش تشد الفيزا واخا كنتي حراق. شحال من واحد غادي يقول لك اودي راه ما يمكنش، راه خاصك حتى دوز واحد 10 سنين ولا 5 سنين ولا 7 سنين ولا ما نعرف شحال عاد باش يمكن لك تعاود تدفع الفيزا. واليوم غادي نعاود لكم كيفاش ترفضت لي الفيزا جوج مرات ومع ذلك عاود شديتها. وواحد السيد من المعارف ديالي كان حارق على برا لمده سنين، لا حريف ولي للبلاد، ونهار بغى يمشي يدفع دارها الطريقه هذه هي، وصدقات له وخذ الفيزا مجددا وخا كان حراق. مده طويله وانا كنت خدام في واحد السيبر، كنت كندير داكشي ديال الخدمات القنصليه، قرعه امريكان، تاشيره ديال شنغن. واليوم غادي نعطيكم العصير ديال هاد المده هذه كامله اللي خدمتها، كيفاش تشد الفيزا واخا تكون دخلتي لاليست النوار ديال القنصليه. انا كنت طلبت جوج فيزات وترفضوا ليا لسبب واضح، وهو شكوا فيا نصدم وما نوليش، حيت ما خدام شي خدمه رسميه، ما مديكلاريش لا سي ان اس اس، ما عندي لا التواتيق ديال الخدمه وما مزوج. دفعت المره الاولى ترفضت، دفعت المره الثانيه ترفضت، صافي عرفت راسي دخلت لاليست النوار ديال القنصليه، وكملت خدمتي في السيبر وكملت قرايتي عادي ونسيت شي حاجه سميتها لورو. وبالصدفه عرفت ما يسمى بالسي اف سي ام، اي الغرفه الفرنسيه للتجاره والصناعه بالمغرب. كتعرفوا غرفه التجاره والصناعه التقليديه بالمغرب ياك؟ هذيك الغرفه كاينه واحد الغرفه بحالها ديال فرنسا في المغرب. هاد الغرفه هذه اللي منخرطين فيها عندهم بزاف ديال الامتيازات، من هادوك الشركات وداك المقاولات اللي منخرطين في هاد الغرفه التجاريه هذه، هي كيكون بيناتهم واحد بحال واحد الكونفونسيون انك كدير تخفيضات لهذوك لي زاديرون الاخرين اللي كاينين في هذيك لا شامبر دو كوميرس. ولكن منين غنجيب انا هاد الشركه وانا ما عندي لا ريال لا جوج؟ مشيت عند واحد السيد من العائله اللي عنده لوجيست كوميرس ديال واحد الشركه، وطلبت منه انه يدخلني معاه. ما ديك لاني في الضمان الاجتماعي ما حتى شي حاجه، يعني غير هذاك غير دخلني معاه في ستاتيو ديال الشركه، وهذه كتبقى واحد المساله ديال الثقه ما بينه وبينك نتايا. اذا تقدر تشوف شي واحد من المعارف ديالك، من الاصدقاء ديالك، من العائله ديالك اللي عنده لوجيست كوميرس ديال شي شركه، وطلب منه يدخلك معاه في الشركه. ما بغى شي ولا ما لقيتي شي ولا ما كتعرفش شي، ماشي مشكل، لوجيست كوميرس واحد الحاجه اللي ساهله انك تمشي ديرها. ما بغيتي شي دير لوجيست كوميرس ديالك حتى هي ماشي مشكل، كاينه واحد الحاجه سميتها المقاول الذاتي. هذيك المقاول الذاتي تقدر تمشي تصاوبها، دير فيها في لاكتيفيتي ديالك مثلا نفوند ماتيريال انفورماتيك ولا شي حاجه بحال هكا اللي كتبين لهم انك راك خدام فعلا ماشي غير جالس. وبالنسبه لهذيك السي اف سي ام الغرفه التجاريه الفرنسيه، هذيك ممكن انك ديرها الا كان عندك شي مشاكل سابقه في الفيزا، مثلا تفضلت لك الفيزا قبل ولا شي حاجه بحال هكا، تما فين غادي تنتعك بزاف. داك العام فاش تسجلت معاهم كانت واقيلا شي 3000 درهم الانسكريبسيون معاهم، وكيعطوك جوج ديال لي كارت، يعني جوج ديال الناس من الشركه اللي كانوا ممكن انهم يدخلوا معاهم في الغرفه التجاريه. وانا ما كنديرش اي اشهار لهذه الغرفه هذه، ها هو الموقع ديالهم قدامكم، تقدروا تدخلوا له وتشوفوه وتقلبوا كيف ما بغيتوا، يعني تاخذوا معلومات كافيه على هذه الغرفه هذه، شنو يعني شنو الشروط ديال الانخراط فيها، كيفاش انهم كيفاش تقدروا تستافدوا من هذا الشيء هو اللي عندهم. وتما قررت انني نبدا الرحله ديالي باش نشد الفيزا، وفعلا كانت رحله ال 100 يوم باش شديتها. والمرجو منكم التركيز لان هذا الشيء هو غادي متسلسل خطوه بخطوه، والمراحل كلها مترابطه مع بعضياتها باش نقدروا نوصلوا للفائده المرجوه. وإلا كانت هذه أول مرة كتزور فيها القناة ديالنا، كندعوكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بأي جديد كنحطوه في القناة، وحاجة بسيطة تقدروا ديروها باش تدعموني وتشجعوني، وهي الضغط على زر الإعجاب بالفيديو. صافي بركتي على داك زر الإعجاب، شو المعقول. أول حاجة وأهم حاجة هي طريقة ترويج الحساب البنكي. كاين اللي كيقول لك حطيت في الكونت 15 مليون 20 مليون 10 مليون وما عطاونيش الفيزا. أبدي راه واخا تكون حطيتي تما اللي حطيتي وما كانش الطريقة ديال الترويج مزيانة، راه والله علاش شديتيها؟ علاش؟ حيت راه القنصليه ماشي مكلخين، غيشوفوا واحد ما خدامش ولا خدام بواحد 2000 درهم ولا 3000 درهم وغيلقاو عنده 20 مليون في الكونت ولا 15 مليون. كي درتي لها؟ من اين لك هذا؟ راه باين انك خديتيها من عند شي واحد وحطيتيها تما في دقه واحده باش انك تبين لهم بلي راك عندك الفلوس. منين جبتيها وانت ما خدامش؟ ما خدام حتى لعبه، عندك شي حاجه قليله ولا ما خدامش كاع؟ شنو منين جبتيها؟ راه حتى هما راه كيفكروا، راه ماشي علاش كيقول لك رفضوا، كاين الرفض بزاف، رفضوك الفيزا على شي سبب، ماشي غير هكاك وصافي. اذا غادي نتبعوا واحد الطريقه ديال الترويج للحساب البنكي اللي ذكيه واللي يعني ناجحه الا تبعتيها بهذه الطريقه هذه. هي
مثلا في الشهر الاول عندك 5000 درهم غادي تكون عندك في الكونت ياك. غادي تجي غادي تحط واحد المبلغ مثلا 1500 درهم، يعني مبلغ كبير شويه، وتبقى تيري 600 درهم، 50 درهم، 20 درهم، 30 درهم، 150 درهم، 200 درهم، تبقى غير تيري غير تيري غير تيري. وغايجي واحد النهار اخر في الشهر عاوتاني اللي غادي تحط فيه واحد المبلغ كبير، هذاك المبلغ الكبير تبقى تحطه في نفس النهار في الشهر في الشهور كاملين. يعني علاش هذا النهار هذا هو كتقول لهم اودي بلي هذا النهار هذا هو النهار اللي جمعت فيه الارباح ديال الشركه ديالي وفيرسيت الفلوس ديالي فيرسيت الفلوس في الكونت، هادشي اللي غادي دير لهم. ولاكارت بونكير، واحد الحاجه اللي مهمه بزاف هي لاكارت بونكير، هي انك خصك تخدم لاكارت بونكير ديالك بزاف. مشيتي للمرجان خلص بها، مشيتي مع شي حد في الطوموبيل مشى يعمر المازوط، عمر الطوموبيل بها، عمر خلص المازوط بها، شنو ما درتي خلص بها. لدرجه انه بيمكن حدا الدار عندنا حنايا كنمشي نجيب غير طرو الحليب وباكيه ديال السكر كنخلصها بها. يعني اي حاجه شريتيها خلص بلاكارت بونكير اللي عندك، يعني باش كتبين لهم بان راك خدام كتخرج الفلوس، ماشي شي واحد اللي غير حاط الفلوس وصافي. تما فين كتجي انك تدخل الفلوس وتخرج من الفلوس بزاف راه مزيانه. انا هنايا هاد الطريقه اللي درت لكم فيها غير واحد العدد، يعني 7 ديال لي زوبيراسيون ولا 8 اللي كاينين هنايا، غير باش نبين لكم الطريقه كيف دايره. اما راه خصك الماكسيموم ديال لي زوبيراسيون هو اللي دير. انا النهار اللي مشيت دفعت كانت عندي في كل شهر كانت عندي فيه ثلاثه ديال الوراق، جوج وراق اللي كانت عندي كل شهر جوج وراق، يعني طوطال ديال 3 شهور ديت لهم 6 ديال الوراق ديال الكونت بونكير ان دوزي مزيان. لدرجة انني كنت كنمشي كنخرج من السيبر كنمشي لاكار ديال التران حدايا، كيكون شي واحد غادي يمشي يخلص كنقول ليه انا نقطع لك بلا كارت كيشي وعطينيها وعطيها لي فلوس. داكشي اللي كنت كندير، يعني غير كنعمر. وهذه هي الطريقة اللي درت باش انه يعني جاب الله كيجيب الله التيسير بها الحمد لله. كاين اللي غايقول لك بلي هاد الطريقة هادي مبالغ فيها، ولكن اخويا نقول لك بلي هاد الطريقة راه اللي درتها مع كليان اللي كانوا كيجيو عندي السيبر وكانت ناجحة بنسبة كبيرة بزاف، يعني واحد النسبة كبيرة اللي خداو الفيزا بهاد الطريقة هادي هي ديال ترويج الحساب البنكي. يعني هانتوما في الأول ديال الشهر كانت 5000 درهم، في الأخر ديال الشهر كانت 1.5 مليون، في الأخر ديال الشهر الثالث شحال ولات هنايا؟ ولات 3.5 مليون اللي ولات. يعني دخلتي 3 مليون في الكونت، دخلتيها بلا ما يحسوا، ماشي جيتي طق خديتي واحد 3 مليون من عند خوك ولا من عند صاحبك وحطيتيها، فهمتي؟ هذيك طريقه خاطئه انك تحط الفلوس تبقى وحده في الكونت. كملنا 3 شهور ديال الحساب البنكي، لاش غادي ندوزو للرونديفو. اتصلت انا بالغرفه التجاريه قلت لهم اودي راني ساليت، راني واجد انني باش ندفع الفيزا، شدوا لي الرونديفو من بعد تقريبا شي 10 ايام، عطاوني الوثائق اللي غادي نقدم في الطلب. هما هادو، يعني هما واضحين قدامكم، هادو كلهم باينين. البي في او ستاتوي كتاخذهم من عند مول الشركه هو اللي كيعطيهم لك. الروجيست كوميرس كتاخذوه في 5 دقائق من الغرفه التجاريه، من المحكمه التجاريه يا ربي. هادو من البنكه، هاد 10 و 11 هاد الكيتونس بايمون دو باتونت والبايمون دامبو، هادو كتاخذهم من الضريبه. ولكن في الحاله ديالنا حنايا الشركه كانت مازال جديده حيت راه يلاه كانت حلات هذيك الشركه ديالو، هاد 10 و 11 ما كيكونوش حيت كتكون معفه من اداء الضريبه، كتعوضهم بهاد ثلاثه د الوراق هادو كتعوضهم بهاد ثلاثه د الوراق هادو حتى هما كتاخذوهم من الضريبه صافي. والحجز الفندق ولاسورونس، هادشي اللي كاين. الوثائق ساهله وواضحه وباينه، وانا زدت هاد الكيتونس بايمون دو ديرنيير فيماس ديال التافيه صافي. الوثائق هي هادي، شي حاجه اللي بسيطه وساهله بزاف انها تجمع. مشيت للقنصليه باش ندفع، وداك الساعه كانوا مازال ما كيديروش حتى ليس كونتاكت، كانت كتمشي تدفع في القنصليه نيشان. فاش كتوصل تما للباب وقتاش ما وصلتي في الوقت اللي وصلتي له، غادي تمشي لعندهم كتعطيه داك الورقه ديال الفي اي بي، كيدخلوك لواحد البيرو سبيسيال بوحدو. دخلت تما انا وواحد السيد، بقينا جالسين تما كنساينو، هضره كتجيب هضره. لقيت هذاك السيد هو واحد الموظف سامي في الدوله، عيطت له بالسميه ديالو، مشى سولاتو شي اسئله ومشى بحالو. عيطت لي وصلت نوبتي انا عاوتاني، عيطت ليا مشيت لعندها قلت لي هاد الشركه شنو النشاط ديالها، قلت لها شنو النشاط ديالها، قالت لي حط صبعانك هنايا باش ناخذوا البصمات، حطيتهم وعطاتني واحد الورقه. قلت لها غادي ترجع من هنايا واحد 6 ايام. خرجت كنقول مع راسي ما سولتني على حتى شي حاجه كاع، ما يمكنش هذاك الموظف وسولته على بزاف ديال الحوايج، انا ما سولتني على حتى شي حاجه. بقيت منوي بزاف مع راسي كنقول محال واش تكون شي حاجه. حطيت الوقيته اللي غادي يبقاو يعطيو فيها لي باسبور، خرج بدا كيقول السميات، وهذوك السميات اللي كيقول الوالد هذوك السميات ديال الناس اللي مرفوضين. فاش يعني مولف انا كنت وقتاش ما كنمشي ندفع الفيزا سميتي هي من الوالد اللي كيتعيط لهم،
حيت كان هو يكون ديما كنتفق، بدا كيعيط دوك السميات، كان ساين سميتي وقتها تيقولها، كان ساين سميتي وقتها تيقولها، سال هذاك الورقه ودخل في حاله ما قالهاش. قلت الله، دخل واحد شويه وعاود خرج تما، فاش كيخرج كيبدا يعيط بالنماري ماشي بالسميات، النمره الاولى اللي عيط النمره ديالي، مشيت دخلت لقيت الفيزا كاينه، والحمد لله بهالطريقه هذه وبفضل من الله عز وجل قدرت انني نحيد السميه ديالي من لا ليست نوار ديال القنصليه. شديت الفيزا ذاك العام وموراها عاودت دفعت عده مرات وشديتها بسهوله بلا غرفه تجاريه فرنسيه، حيت ما عاودتش جبت الخيارات ديالي معاهم. وبالنسبه للمتابعين ديالنا من باقي الدول العربيه، راه هذه الغرفه التجاريه هذه هي كاينه في معظم الدول، ومنها الجزائر وتونس ومصر، يعني تقريبا جميع الدول العربيه راه كاينه فيها. كان معكم صديقكم ابراهيم الريفي، الى حلقه مقبله ان شاء الله.